من خلالكم نحيي مهندس النظافة. كنتكلم باسم تنسيق النقابي الثلاثي اللي هذه محطه من المحطات اللي سطرناها هذه السنه، ولكن في الحقيقه هو انه كنا في حوار منذ 2019 اللي وقعناه واحد البروتوكول اتفاق في 2019. للاسف ان وزارة الداخلية المديرية العامة للجامعات المحلية لم تلتزم معنا بخصوص الاتفاق الموقع بيننا، ونحن نعلم أن العقد شريعة المتعاقدين اللي فيه النظام الأساسي الوظيفة الجماعية فيه الملفات العالقة بصفة عامة اللي ديال القطاع كامل جميع الفئات ديالو، واللي فيه التدبير المفوض في الشق ديالو الاجتماعي. كنا كننتظروا 2020 2021، واليوم كما كتشوفوا حنا كنتكلموا في 2023 وباقى الوضع كما هو عليه، باستثناء هذه الايام شويه مؤسسه الاعمال الاجتماعيه اللي راها بدات كتحرك ببطء، واللي حتى هي وقعنا في 2019 وكنا كنتمناو على انه في 2020 الموظفات والموظفين ديال القطاع يستافدوا، حنا باقيين مرهونين الى يومنا هذا. بذلك نطالب وزير الداخليه اليوم انه يحل هذه المشاكل، لان معني بها بشكل مباشر، وعلى ان هذا القطاع راه بحال جميع القطاعات في المغرب كيقدم خدمات كبيره وجليله. وبذلك انتم كتشوفوا الوضعيه اليوم ديال غلاء الاسعار وتجميد الاجور، هذا وضع شاد اليوم في بلادنا. للاسف كنتمناو على ان المسؤولين يراجعوا الاوراق معنا ويحلوا معنا المشاكل. احنا اليوم في محطه نضاليه، اليوم راه عندنا اضراب ديال 48 ساعة 27 و28، وعندنا وقفة اليوم اللي هي أمام وزارة الداخلية اللي كنجسدوها الآن في هذه اللحظة هذه. علاش؟ لأن احتجاجنا على وزارة الداخلية لأنها ما وفاتش بالتزامات ديالها في إطار التوقيع اللي وقعت مع التنسيق النقابي، اللي هي ملفات اللي هي واضحة في حملة الشواهد، في ملف التدبير المفوض ونظام أساسي منصف وعادي الحسين مع كل الإشكالات، وكذلك الاستجابة لمجموعة ديال المطالب اللي هي زيادة في الأجور، زيادة في التعويضات، وكذلك إقرار نظام خاص ديال التعويضات بالجامعات، وكذلك استجابة مجموعة ديال المطالب ديال مجموعة ديال الفئات، ممرضين، محررين، تقنيين، متصرفين، مهندسين، أطباء، المساعدين الإداريين، المساعدين التقنيين، والكتاب. هذه هي مطالب اللي هي معروضة عند وزارة على طاولة الحوار. بغينا أن وزارة الداخلية تجلس معنا من أجل حوار جدي ومسؤول يفضي إلى نتائج عملية ملموسة اللي هي استجابة على هذه المطالب هذه. وحنا دايرين أشكال ديالنا احتجاجية، وهذه الأشكال ديالنا غادي نستمروا فيها. إلا كان شي استجابة أهلا وسهلا، ما كانش حنا ما عندناش شي خيار آخر سوى أن النضال من أجل هذه الحقوق اللي كنعتبروها عادلة ومشروعة، غادي نوصلوا النضال من أجلها. هذه الوقفة اللي كتجي في واحد السياق اللي كيتميز بالوضع المتأزم لشغيلات الجماعات المحلية، كيجي في واحد السياق اللي أن الحكومة فتحت حوار مع مجموعة القطاعات إلا الجماعات المحلية، وهذا نعتبره حيف لا يمكن قبوله، أو ممكن أن نسميه هذا ميز بين العاملين في القطاع العام. ما معنى أن الحكومة تفتح حوار مع التعليم، مع مجموعة القطاعات، مع المالية، وتحل مع مجموعة الملفات، الزيادة في الأجور، الزيادة في التعويضات، النموذج المالية، لماذا الجماعات المحلية؟ واش الجماعات المحلية واش ماشي رافعة أساسية في التنمية المحلية؟ كذلك هذا القهر اللي كنعيشوه كشغيلة الجماعات المحلية، بحيث أن شغيلة الجماعات المحلية هي المفتاح على المستوى المحلي، بحيث اي مواطن تسولو خصو رخصه البناء، خصو شهاده ديال خصو عقد ازدياد، خصو تصريح بالولاده، خصو حاله مدنيه. فلماذا هذا القهر لشغيله الجماعات المحليه؟ لماذا التهميج ديال الاطر الجماعات المحليه، حملت الشواهد، لماذا تسويه في جميع القطاعات الا الجماعات المحليه؟ هل يجوز ان نقول نحن ضحايا ديال رجال السياسة اللي هما مسؤولين في الجماعات المحلية ومسؤولين وكيقروا داخل البرلمان وما باغيش يحلوا هذا الملف ديال حملة الشواهد؟ كذلك ضحايا
ديال حذف السلالم خريجي مراكز التكوين الاداري. لماذا هذا الحيف؟ لماذا هذا التهميش؟ خريجي مراكز التكوين الاداري هم ضحايا ديال حذف السلالم، وهذا الملف خصو يتحل. كذلك الجماعات المحليه اصبحت تعاني من النقص المهول في العنصر البشري. يمكن دابا واحد 15 20 سنه الجماعات المحليه او الاطر الجماعات المحليه غادي يكونوا انقرضوا بحيث 2026 واحد 50% غتكون مشات للتقاعد. واش المديريه العامه للجماعات المحليه وعلى راسها السيد وزير الداخليه واش عارف الجماعات المحليه فين غاديه بهذا النقص المهول ديال العنصر البشري؟ هاد الترقيع اللي دايرين بالعراضيين حنا نرفضوه كنقابات، نرفضوا الترقيع بالعراضيين. حنا نطالب الحكومة والسيد وزير الداخلية العمل على تسوية وضعية العراضيين. العراضيين ولاو آلة فعالة في الأعمال اللي كتقوم بها الجماعة المحلية، لا في الحالة المدنية، لا في التصميم، لا في مصلحة الجبايات، لا في الثقافة، لا جميع المصالح، جميع المصالح كتوجد فيها 3-4 العراضيين. كذلك هاد الوقفة كتجي في واحد السياق عام اللي حنا كنوجدوا له كتنسيق نقابي وكتنسيقيات وطنية اللي غنختموه بمسيرة وطنية. حنا الباب ديال حنا يدينا مفتوحة ممدودة للحوار، يدينا ممدودة للحوار. ونقول للحكومة النقابات هي مؤسسات اجتماعية للحوار ولحل المشاكل. النقابات هي مؤسسة دستورية، وحذاري أنه تم تهميش النقابات لأن هي صمام الأمان للسلم الاجتماعي المغربي.